حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين، فوزن، قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة.